لو سألتك عن القاسم المشترك الذي يجمع كل من إسحاق نيوتن، ألبرت أينشتاين، تشارلز داروين، أبراهام لينكولن، بيل غيتس، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، علاوة على أنهم أشخاص ناجحون حققوا إنجازات استثنائية في حياتهم، ما يجمع كل هؤلاء هو أنهم جميعا أصحاب شخصيات انطوائية. في سنة 1921 قام عالم النفس الشهير كارل يونغ بنشر كتابه الأنماط النفسية، والذي صك فيه لأول مرة مصطلحي انطوائي وانبساطي بوصفهما اللبنتين الأساسيتين في بناء الشخصية. فيعتبر يونغ أن الانطوائيين هم أشخاص ينجذبون أكثر إلى عالم الأفكار والمشاعر الداخلي، ويتميزون بشخصية خجولة حذرة تميل إلى التأمل والعزلة وقلة الكلام. أما الانبساطيين فعلى عكس ذلك، فهم ينجذبون إلى الحياة والأنشطة الخارجية، يتميزون بالنشاط والمرح والاندفاع، ويميلون أكثر نحو الاختلاط وبناء علاقات جديدة. قد تكون هذه السمات المنفتحة والجذابة التي تميز الانبساطيين هي ما جعلهم يتصدرون المشهد، خاصة وسط المجتمع الحديث الذي يربط بين الذات المثالية والمثل الأعلى الانبساطي. وتشرح هذا الكاتبة الأمريكية سوزان كين في كتابها الهدوء قوة الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام، فتقول: إننا نعيش اليوم بنظام قيم أسميه المثل الأعلى الانبساطي، القائم على الاعتقاد بأن الذات المثالية هي ذات اجتماعية قوية وتشعر بالارتياح عندما تكون في دائرة الضوء. إن هذا المثل الأعلى الانبساطي يفضل العمل على التأمل والمخاطرة على الإصغاء والانتباه واليقين على الشك. إنه يؤيد القرارات السريعة حتى مع خاطر أن تكون خاطئة. وفي الجانب الآخر يمكننا أن نربط حسب هذا الطرح بين الذات الغير مثالية والانطوائية. فالمجتمع اليوم يرى أن الشخص الخجول قليل الكلام خافت الصوت هو شخص منخفض الذكاء غير جذاب وأقل كفاءة، مقارنة مع ذلك الانبساطي جهير الصوت سريع الفطنة والأكثر إثارة للاهتمام. حتى أن كلمة انطوائي اليوم هي كلمة لها سمعة سيئة، ففي دراسة أجرتها عالمة النفس لوري هيلغو وصف فيها متطوعون للتجربة المظهر الخارجي للانبساطيين بلغة مفعمة بالحيوية: عيون زرقاء لامعة، عظام خدود مرتفعة. ولكنهم وصفوا الانطوائيين بصفات مضجرة وبغيضة: حمقى، غريبين، تملأ أجسادهم البثور والمشاكل الجلدية. هذا ما جعل سوزان كين تقول في كتابها أن الانطوائية إلى جانب بنات عمها الحساسية والجدية والخجل هي الآن سمة شخصية من الدرجة الثانية في مكان ما بين خيبة الأمل والمرض. والانبساطية هي نمط شخصية جذاب للغاية، ولكننا حولناه إلى نموذج مستبد إلى درجة أن معظمنا يشعر أنه يتعين علينا أن نمتثل له. فهل صحيح أن الانبساطية هي شخصية مثالية ومميزة من كل الجوانب، وأن ذلك الانطوائي المنعزل هو إنسان فاشل ومعقد ومريض ينبغي أن يبحث لنفسه عن علاج؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، ترصد سوزان كين في كتابها نقطة تحول جوهرية في بداية القرن العشرين من ثقافة الطبع إلى ثقافة الشخصية. فثقافة الطبع السائدة قديما كانت تركز على القيم الداخلية التي تجعل الذات الإنسانية ذاتا جدية ومنضبطة وشريفة بغض النظر عن رأي الآخرين. هذه الذات تتقاطع بشكل مباشر مع التعاليم والقيم الدينية التي تغلب طهارة النفس وصفاء القلب ونقاء السريرة على الشكل أو المظهر الخارجي. فنجد قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن للأسف تغير كل شيء مع بروز ثقافة الشخصية. تقول سوزان كين: لقد تغير للأبد من نكون وبمن نعجب وكيف نتصرف في مقابلات العمل وما الذي نبحث عنه في أي موظف، وكيف يتودد الأزواج إلى بعضهم، وكيف نربي أولادنا. لقد تم فتح صندوق باندورا للهموم الشخصية التي لم نتعافى منها مطلقا. ومع هذه الثقافة لم يعد هدوء الرجل علامة للرصانة والحكمة، بل هو دليل البلادة والحمق. ولم يعد خجل المرأة وتحفظها علامة للتربية الجيدة، بل ذلك دليل على أنها معقدة ومتخلفة وباردة. بل تشير سوزان كين أن الرجل الهادئ المتحفظ مع النساء يخاطر أن يعتقد أنه مثلي الجنس. كل هذا جعل المجتمع الحديث ينبذ الانطوائية أكثر،
ويجعل الانبساطية هي المثل الأعلى للشخصية في عالم تنافسي بصورة متزايدة. لقد تحول الهدوء إلى شيء غير مقبول، فبدأ تعليم الأطفال منذ الصغر كيفية الاندماج والتفاعل في المجتمع بشكل جيد، وغالبا ما كانت تتم معاملة الطفل الانطوائي معاملة خاصة بوصفهم حالات تعاني من مشاكل نفسية. حتى بعد البلوغ لم ينجو الانطوائيون في أمريكا حسب الكاتبة من هذه المقصلة الاجتماعية، حيث تقول أنه عند التقدم بطلب القبول للجامعات أو الوظيفة لا ينظرون إلى المرشحين الأكثر كفاءة وتميزا، بل إن العامل الأول للاختيار هو الانفتاح والانبساطية. وتنقل لنا ما قاله عميد أحد أكبر الجامعات في أمريكا: عند غربلة طلبات الالتحاق بالكلية يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه سوق العمل بعد 4 سنوات، فالسوق اليوم يفضل العامل الاجتماعي النشيط، لذلك نحن لا نرى فائدة للانطوائي حتى وإن كان متقد الذكاء. ولكن تعتبر سوزان كين أننا نرتكب خطأ فادحا بتبني وتفضيل النموذج الانبساطي بدون تفكير جاد، فعالم خال من أولئك الانطوائيين هو عالم سوف يفتقد إلى كثير من الأفكار والفنون والاختراعات العظيمة. نظرية الجاذبية، النظرية النسبية، موسيقى شوبان، رواية بيتر بان أو هاري بوتر، وصولا إلى جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، والقائمة تطول وتطول لأعمال عظيمة برزت للوجود على يد أشخاص هادئين ومفكرين عرفوا كيف يكونون على وفاق مع عوالمهم الداخلية الثرية بكل هذه الكنوز الثمينة. ويعلق على هذا الصحفي العلمي وينفريد غالاغر قائلا: يستحيل أن يحقق كل هذه الإنجازات المذهلة شخص بعقلية منفتحة لا يطيق الجلوس بمفرده ويرغب بقضاء معظم الوقت في الخارج مع الأصدقاء. وهذا ما أكده ألبرت أينشتاين نفسه الذي اعتبر أن سر نجاحه ليس في أنه شخص أذكى من البقية، بل لأنه يقضي وقتا أطول في حل المشاكل. وتميز الانطوائيين لم يقتصر على الأعمال التي تتطلب جهدا فكريا أو فنيا فحسب، بل تجاوز ذلك إلى أعمال هي في ظاهرها حكر على أصحاب العقلية الانبساطية، حيث يروج دائما أن القائد الناجح مثلا يجب أن يكون شخصا اجتماعيا قادرا على التفاعل بشكل مثالي مع الموظفين والعملاء. إلا أننا نجد أن أنجح القادة في أكبر الشركات هم أشخاص انطوائيون. تقول سوزان كين: لقد اتضح أن المكانة الرفيعة للرؤساء التنفيذيين الفاعلين مليئة بأشخاص انطوائيين، بما فيهم بيل غيتس، وارين بافيت، إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ وغيرهم الكثير. لذلك فإن ميلنا للاعتقاد أن القائد الناجح هو شخص انبساطي هو اعتقاد مبالغ فيه، وهذا راجع إلى ما تسميه الكاتبة بأسلوب القيادة الهادئة التي تميز القائد الانطوائي، حيث أن ميلهم إلى الاستماع للآخرين وعدم اهتمامهم بالهيمنة على المواقف الاجتماعية والتأني في اتخاذ القرار دون تسرع أو مغامرة، كلها صفات تجعل من الانطوائي ذلك القائد الناجح الذي يقود شركته إلى بر الأمان. كما تربط الكاتبة أيضا بين الإبداع والانطوائية، حيث عرضت دراسة قام بها معهد التقييم وأبحاث الشخصية في جامعة كاليفورنيا الذي أجرى مجموعة من الدراسات عن طبيعة الإبداع، وقد خلص إلى أن الأشخاص الأكثر إبداعا هم في العادة انطوائيون من الناحية الاجتماعية. فما السر وراء ذلك؟ تقول سوزان كين: يفضل الانطوائيون العمل منفردين، والعزلة يمكن أن تكون محفزا للابتكار، فالانطوائية تعمل على تركيز العقل على المهام الموجودة في المتناول وتمنع تبديد الطاقة في مسائل اجتماعية وجنسية لا صلة لها بالعمل. ووفقا لدراسة قام خلالها عالم نفس بدراسة حياة 91 شخصا مبدعا بصورة استثنائية، وجد أن أغلبهم كانوا على الهامش الاجتماعي أثناء فترة المراهقة، أما المراهقون الاجتماعيون الذين ينبذون الوحدة والعزلة وجد أنهم يفشلون في الغالب في تنمية مواهبهم، فالعزلة عموما تفزع الشخص الانبساطي. وتستشهد الكاتبة بأمثلة كثيرة منها إسحاق نيوتن الذي كان واحدا من أعظم الانطوائيين في العالم، حتى وصفه الشاعر البريطاني ويليام ووردسوورث على أنه عقل يسافر بشكل سرمدي عبر بحور عميقة من الأفكار بمفرده.
هذا لا يعني حسب الكاتبة أن الانطوائيين هم أذكى من الانبساطيين، فالنوعين أذكياء بدرجة نفسها، بل إن في كثير من المهام لا سيما تلك التي تجري تحت ضغط الوقت أو الضغط الاجتماعي يكون الانبساطيون أفضل. إلا أن ما يميز الانطوائيين هنا هو أنهم يفكرون بعناية أكبر من الانبساطيين، فهم يفكرون بشكل أعمق قبل التصرف، يقضون وقتا أطول على المهمة ولا يستسلمون بسهولة ويعملون بدقة أكبر. في أحد التجارب أعطى أخصائي علم النفس 50 شخصا لعبة تركيب قطع صعبة لكي يقوموا بحلها، ووجدوا أن الانبساطيين كانوا من المرجح أكثر أن يملوا وينسحبوا في وقت مبكر مقارنة بالانطوائيين الذين امتلكوا قوة المثابرة وكانوا يواصلون التحدي وقتا أطول حتى لو كانت لعبة التركيب معقدة وصعبة الحل. في النهاية تؤكد سوزان كين على أن المخالطة الاجتماعية أمر لا مفر منه، فالعلاقات الجيدة تجعل الجميع سعداء بما في ذلك الانطوائيون، ولكن عليك التفكير في النوعية وليس الكمية. وإن رأيت أن عملك يتطلب تواصلا اجتماعيا فلا بأس أن تتدرب على ذلك دون أن تتنكر لطبيعتك الهادئة التي تحتاج إلى العزلة لاسترجاع الطاقة. كن على سجيتك وتذكر أن ما يروج له بأن النجاح مرتبط بالانفتاح والانبساطية هو مجرد خرافة لا تعكس الواقع. والحقيقة كما يقول المهاتما غاندي أحد أشهر الشخصيات الانطوائية، أنك بطريقة لطيفة وهادئة بإمكانك أن تهز العالم.